مساء الخير. المشاهد اللي سبقت النتائج الانتخابية عبرت بوضوح عن الاستهتار والفلتان والغش والتزوير اللي تعرضوا له أصوات الناس. مرشحة ما صوتت لحالها وأخذت صفر أصوات. لجنة أيد قررت أنه تطرد الجميع من مقر الفرز لأنه في عطل تقني، أو لجنة أيد نعست ببيت الدين وقررت تترك نص الليل وترجع الصبح ومين بيعرف شو صار بغيابها ببرنامج الفرز الإلكتروني من مطرح تاني أو من نفس المطرح. ناس خارج لبنان نخبوهم وطلعت الصرخة من برا بعد ما عرفوا أنه اسمهم مشطوب لأنه انتخبوا. إشكال بوقف الاقتراع بشويفات ساعات، الناس بيتركوا وما رجعت مدد الوقت. أما مشاهد نقل الصناديق والملفات المفتوحة وسرقة اللوائح المشهودة، حدث ولا حرج، انتهاكات انتخابية وقضايا غيرها بحلقة الليلة، عناوينه منتابع. الليلة بعلم خبر. قروض الإسكان تحولت لقضية والمتضررين أسسوا تجمع. شو الحل؟ الإقامة الدايمة بشقة، شو راح يصير بهالقانون بعد توقيف مفعوله؟ وين بينصرف مفعول تسجيل المخالفات الانتخابية ومراقبة حسابات النفقات؟ بالفقرة الأولى رح نشوف تقرير حول مصير قروض الإسكان. هيدي القضية اللي استجدت أصبحت قضية فعلية لأنه في كتير ناس ناطرين قروضهم، في قطاع بكامله عقاري مجمد لأنه قروض الإسكان مجمدة. خلينا نشوف هيدا التقرير ومنرجع منستقبل رئيس مجلس إدارة مدير عام مؤسسة العامة للإسكان المهندس روني لحود. سلب اللبناني حق التملك بعد أزمة وقف القروض السكنية المدعومة من مصرف لبنان لكون معظم اللبنانيين مستفيدين من القروض، خاصة الشباب يلي عم تخنقهم الأزمات المعيشية والاقتصادية. بعد ما كان أعطى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مبلغ نص مليار دولار بشهر شباط الماضي للقروض السكنية وفقاً للكوتا المخصصة لكل مصرف بهدف إعطائها للراغبين بشراء شقق سكنية، إلا أنه هيدا الدعم استهلك خلال شهر نتيجة الطلب الغير مسبوق على شراء الشقق السكنية، بالإضافة إلى أنه بعض المصارف أعطت تعهدات أكثر من الكوتا المخصصة لها. عدد طلبات القروض الإسكانية بيتراوح سنوياً ما بين 5500 و5700 قرض، أما القروض العلقانة يصل عددها لنحو 1550 أو 1600 قرض. الحد الأقصى للقرض يلي بتقدمه مؤسسة الإسكان يبلغ 180 ألف دولار، يعني البنوك بحاجة إلى حوالي نص قيمة الرزمة يلي حددها مصرف لبنان للقروض السكنية لعام 2018، أي بين 200 و250 مليون دولار ستسحب من الرزمة المخصصة لل 2019. التسوية كانت الحل المؤقت والجزئي وطال مجموعة فئات حصلت على موافقة مسبقة للحصول على قروض سكنية وأموالها لا تزال محجوزة، وبتتوزع هالفئات على النحو التالي: فئة أنجزت عملية التسجيل والرهن إنما لا تزال تنتظر الأموال من المصرف، فئة تقدمت بطلبات وسددت الدفعة الأولى للمالك وحصلت على موافقة مؤسسة الإسكان بالمرحلة الأولى، فئة حصلت على موافقة مؤسسة الإسكان لكن تم تجميد عقودها القانونية، فئة أنجزت العقود القانونية لكن قبل التسجيل والرهن لصالح المصرف والمؤسسات بلغ بتعليق القرض، فئة أنجزت مرحلة التسجيل لكن المصرف تأخر بتحويل الأموال على الرغم من التعهد. الحل ما شمل الكل، فبيبقى السؤال شو رح يعملوا يلي ناويين يشتروا منزل أو كانوا بطور إعداد أوراقهم لتقديمها للإسكان؟ تقاطف المسؤوليات سيد الموقف، والطابة انتقلت من مصرف لبنان إلى ملعب وزارة المال والوزير علي حسن خليل يلي صرح أن الوزارة ستمنح المؤسسة العامة للإسكان اعتماد جديد بقيمة 1000 مليار ليرة للبدء بتلقي الطلبات. بظل الوعود المؤقتة المتضررين عم بيزيدوا، وأنشأوا اتحاد للمتضررين من أزمة القروض وعمدوا إلى نقل المطالب إلى المعنيين من خلال اعتصام نفذ أمام مبنى مصرف لبنان للمطالبة بحصر القروض بذوي الدخل المحدود ولجنة تحقيق حول أزمة الإسكان وبالحق بالسكن. وزارة المال، وزارة الشؤون الاجتماعية ومصرف لبنان تعددت الجهات المعنية لكن المشكلة لا تزال قائمة على الرغم من الحلول المؤقتة يلي نفذت، مع الإضاءة على حجم المشكلة القائمة يلي رح نواجهها بالعام المقبل بعد ما استخدم قسم من رزمة 2019 لحل أزمة 2018. أستاذ روني، أول شيء مساء الخير. أهلا، مساء النور. هل ممكن أنه نقول في أزمة جدية وقضية كبيرة بهيدا الموضوع ولا رح تنحل حسب رأيك؟ لا، أكيد نحن عنا أمل أنها تنحل،
وعم ينشغل على عدة حلول. الحل الأبرز يلي صار بالاجتماع اللي وقت اجتمعنا عند دولة الرئيس الشيخ سعد الحريري، وكان بحضور معالي وزير المالية ومعالي وزير الشؤون الاجتماعية، وكانت عن المؤسسة العامة للإسكان. الحل يلي طلعنا فيه إنه التمويل بيجي عبر وزارة المالية، بس نقول عبر وزارة المالية يعني رح تكون بتحفيزات ضريبية للمصارف لحتى المصارف تعطي قروض. التحفيزات الضريبية هي فقط مقابل القروض يلي رح تنعطى، يعني إذا مصرف ما عطي قروض ما بيطلع له، بس مقابل القروض اللي يكون يعني هي دعم للفائدة. أكيد الحل الأنسب لها أنه تكون بقانون بيصدر عن المجلس النيابي. ليه؟ لأنه الدولة وقت بدها تدعم الفوائد معناتها في أموال أقل بدها تفتلها إذا كنا عم نعمل تخفيض ضريبي للمصارف، ولازم تكون بقانون بيصدر عن المجلس النيابي. اي بس سابقا يعني انه مصرف لبنان سابقا ليش فتح هالقد انه ياخذوا قروض عاليه؟ يعني المقترضين وصلت ل 800,000 دولار. هو سابقا كانت الرزمه يلي بيعطيها سعاده حاكم مصرف لبنان للقروض السكنيه كانت بتشمل كل انواع القروض السكنيه، المؤسسه العامه للاسكان، اسكان العسكريين. نعم. واسكان يلي بينعطى بيقولوا لي قروض مدعومه مصرف لبنان مباشره من المصارف، والقروض يلي بتنعطى لمصرف الاسكان. نحن اليوم بهالحل اللي عم نطلع فيه فقط رح تكون القروض مدعومه لذوي الطبقه المتوسطه والفقيره. ما بقى مصرف لبنان يعطي لا يعني ما بيكون بقى مصرف قروض لبنان عم بيعطي، بتكون المؤسسه العامه للاسكان هي يلي عم تدعم الفوائد، وفقط لذوي الطبقه المتوسطه والفقيره اللي بتنطبق يعني عليهم شروط المؤسسه دولار؟ العامه للاسكان. سقف الاقصى للقرض هو 180,000 دولار، بينشال منه الوديعه 10%، يعني فعليا عم يقبض المواطن البايع 160,000 دولار كحد اقصى. المعدل الوسطي للقرض بالمؤسسه العامه للاسكان اذا بناخذ 5000 طلب بسنه الماضيه والسنين اللي قبل هو 190 مليون ليره، يعني معدل الوصل للقرض بحدود ال 130,000 دولار. يعني فينا نقول انه رح نستفيد من الاخطاء اللي صارت لحتى نتدارك انه الاخطاء بالنهايه بالمؤسسه العامه للاسكان، هذه كانت شروط المؤسسه العامه للاسكان ورح تستمر. الاخطاء بمنح القروض ما كانت عبر المؤسسه العامه للاسكان، وما بدنا نحكي شو كان عم بيصير. طيب هلا اليوم بدنا قانون بمجلس النواب، بغير قانون ما بنقدر، يعني بعد بدنا ننطر هلا لحتى يستلموا النواب المنتخبين ويرجعوا يفوتوا بتشريع جديد يعني، ولا ممكن انه تنحل بوزاره الماليه؟ لا المصارف، لانه نحن اليوم الدعم وقت بده يجي الدعم فائده القرض بدها تكون على فتره 15 سنه. اذا هالدعم بده يستمر 15 سنه معناتها لازم يكون في مشروع انه بالمجلس النيابي ليستمر. عم نجرب نتباحث مع المصارف لحتى نشوف اذا في حل ثاني يكون كمان قانوني وماشي، يبلشوا ليكون صدر القانون. بس الاتفاقيه اللي عم نمضيها مع المواطن على 15 سنه ومع المصرف، اذا سنة الجاي ما اجى الدعم بتكون الفائده كثير عاليه، بنكون نحن عم نكسر المواطن ما بنكون عم نفيده. يعني الحل الامثل هو بتكون لو ما ننطر شوي بيكون عنده ليمت معين قد بده يدفع بالشهر، ما بيقدر يدفع يعني فائده عاليه. لا على صعيد المؤسسه العامه للاسكان ما فيها الريسك. ليه؟ لانه المواطن اللي عم يحصل على قرض عم يدفع هو راس المال اول 15 سنه، المؤسسه بتدفع عنه الفوائد. اليوم اللي عم يسمعنا بتاني 15 سنه بيرد الفوائد للمؤسسه. هل ممكن انه قطاع يتعطل؟ يعني نحن عنا صرنا شهور قطاع معطل، يعني كيف هيك؟ يعني هل قصر نظر؟ هل قله تخطيط؟ قله تدبير؟ طب ليه قبل ما بحثته يعني مش حضرتك بس انه ما بحث بموضوع التمويل من مجلس النواب؟ اكيد هي عمليه التوقيف بشكل مفاجئ أثرت على كل القطاع العقاري، ومش بس القطاع العقاري، لأنه المؤسسة العامة للإسكان هي واحدة من ركائز الاقتصاد اللبناني. رح أوضح لك أكثر من هيك، المواطن يلي عم يشتري شقة بالنهاية بده يفرشها. هلأ إذا منجي منطلع على مستوردي الأدوات الكهربائية من أول السنة لليوم نزلة بحدود 30%، والمفروشات عم بيعانوا، والمفروشات ذات الشيء، معناتها كل الدورة الاقتصادية تأثرت، والقطاع العقاري أبعد من والعقاري هيك كمان التفقة و بعدين في ناس والضرايب وضرايب الجمارك كلها هيدي قشطت من اول السنه. اللي عندهم يعني اللي عندهم مشاريع سكنيه متدينين كمان بفوائد كثير عاليه. صح. وعم تتراكم عليهم فوائد وعم يخسروا. طيب في قسم منهم من المواطنين يلي هن تجار ابنيه قبضوا من العالم، قابضين بحدود 80,000-60,000 دولار حسب الحجم الشقة تقريبا او ثلث حق الشقة، منهم قادرين يردوا للمواطن. نعم. يلي شاري ولا قادرين هن يكفوا العمار، والمواطن منه قادر يكفيهم لانه كان متوقع انه ياخذ قرض عبر المؤسسه العامه للاسكان او عبر القروض يلي كانت
موجودة. لما بنقول في 7000 شكوى قضائية من أول السنة لليوم بين تجار بين بعضهم وبين المواطن الشاري والمواطن البيع. وشو عم ينحكم فيهم هول الشكاوى؟ يعني هلا شكاوى، بس انه اذا طولت الازمه اكيد راح طيب تكبر اكثر. شو موضوع انه صار فين من ميزانيه 2000 او من سله 2019؟ هو الرزمه يلي انعطت لسنه 2018 مقارنه مع شو كنا ناخذ رزمات بالسنين السابقه كثير قليله، يعني 750 مليار بالوقت اللي كان السوق اللبناني بحاجه ل 3000 مليار. وقت السوق اللبناني بحاجه ل 3000 اعطينا 750، خلصوا بسرعة يعني بشكل سريع لأنه كان في بالبايبلاين كمية ملفات. أنتوا كمؤسسة عم كمؤسسة وكغير مؤسسة للكل عم نحكي. بس كغير مؤسسة إذا بدنا نرجع نفوت بالماضي، بس كان في عالم انعطى للي عنده شقة غالية، يعني صح. كل أربعة كان فينا نعطي أربعة بدل واحد. مزبوط يعني. وهيدي اللي أصر عليها معالي وزير الشؤون الاجتماعية، إنه القروض وقت اللي بترجع تمشي الدعم ممنوع يمشي الدعم إلا لذوي الطبقة المتوسطة والفقيرة، ما يكون بقى في دعم للطبقات الاغنى. هيدي هو باي صفه، خلينا نوضح باي صفه وزير الشؤون الاجتماعيه في يفرض هيدا الشرط؟ بالنهايه هيدي سياسه الدوله، وقت بتكون في سياسه الدوله بتتاخذ، سياسه الدوله بتتاخذ بمجلس الوزراء وهيدا كان يعني هو اقترح الوزير أكيد. ابو عاصم اكيد اقترح من بعد ما صارت الازمه يعني 100%. هل ما كان في قبل يعني من قبلكم يعني هيك استدراك لهيدي الازمه او حكيتوا عنها او اثرتوها قبل؟ حكى عنا، بس كمان كان في تجار ابنيه هن عم بيطالبوا انه لا تستمر القروض الكبيره، وبما ان الرزمه كانت موجوده وعمرها 17 سنه عم تنعطى سنويا ما كان في اشكاليات. بس بالمنطق اللي قادر يشتري شقه ب 800000 دولار ليه بده ياخذ قرض مدعوم؟ 100%. نحن هذا اللي عم نطرحه، بس وقت اللي كانت عم تنعطى هالقروض ما كان في ازمه، وقت اللي وصل سعاده حاكم مصرف لبنان حس انه ممكن يكون في ازمه نقديه اضطر انه حتى ما يصير عنده أزمة نقدية أو يصير في أي تلاعب بصرف العملة راح طيب. أنه بوقف هلأ القروض السكنية دعمها لنلاقي حلول تانية تيقدر يحافظ، لأنه سياسة المصرف المركزي المحافظة على طيب. سياسة من كم شهر حضرتك كنت ضيف معنا وحكينا أنه في 700 طلب، حوالي 700 طلب هو الطلبات يعني مستوفين كل الشروط ورايحين على الدفع بأي، ونحكى أنه كمان تحول مبلغ من المال كرمال هول 700 طلب. شو صار بهال 700 طلب؟ لا هو ما تحول مبلغ المال، هو اللي صار يعني. أنه لا هو اللي صار وقت اللي دخل فخامة رئيس الجمهورية مع سعادة حاكم مصرف لبنان طلع تعميم جديد سعادة حاكم مصرف لبنان، كل القروض يلي حاصلة على موافقات قبل 15 أدار بتمشي بس من رزمة 2019. هيدي قصة وقت اللي الله. اجت لتمشي من رزمة 2019 البنوك صاروا يجربوا بدهم يحملوا كلفة الدعم الفائدي ما بين أول السنة لآخر السنة، يعني من تاريخ اليوم ل1/1/2019 للمواطنين. تعلى باجتماعنا مع عند دولة الرئيس الحريري كمان اتدخل مع حاكم مصرف لبنان ورجع حكي جمعية المصارف لا يطلع أي تعميم من جمعية المصارف، وصدر التعميم من فترة 10 أيام بيقول أنه هن المصارف أخذوا على عاتقهم رح يتحملوا الفوائد فرق الفايدة من هلأ لرأس السنة وما يحملوها للمواطن، وهيدي مبادرة جدا إيجابية بتأكد على حسن بروتوكول التعاون يلي صار بين المؤسسة العامة للإسكان والمصارف، أي بين القطاع العام والقطاع يعني الخاص من 17 سنة لليوم. بس بنرجع لعندك هلأ بس تقريبا صاروا شوي أكثر من 700. نعم. رح يمشوا معالي الوزير بيير أبو عاص، سعادة النائب مساء الخير. مساء النور ست رادا، كيفك؟ الله يخليكي. شو الموضوع اليوم بهيدي القضية تحديدا اللي هي مفتوحة على احتمال يعني تصعيد من قبل المتضررين اللي هن كتار، اللي هن أصحاب الطلبات، اللي هن أصحاب العقارات، اللي هن الشعب اللبناني اللي مداخله محدودة واللي ناطر الفرج لحتى يقدر يستلم شقته؟ شو هيدي القضية وين رايحين فيها؟ يعني أنا بدي أقول إنه الحالية عم تلاقي حالة معينة يلي هي إنه المصارف تتحمل دعم الفايدة. نعم. ولكن صراحة ما لازم نضل بالأزمة الآنية. أنا من شهور وشهور عم أقول إنه ما بقى يقدر يستمر النظام اللي متبعينه للقروض المدعومة مثل ما كان قبل، ما بيقدر يستمر. نعم. يعني أنا بفهم بشروط المؤسسة العامة للإسكان يلي هي شروط عادلة تنأمن
سكن اجتماعي صح للمواطن اللبناني ذات الدخل المحدود. نعم. يلي بتصور الأستاذ روني راح يرجع يعدد نعم شروط طبعا المؤسسة العامة للإسكان، وهيدا اللي طرحناه، بس التقينا بدكتور رئيس الحريري بحضور وزير المال انه في بده يكون عندنا سياسة إسكانية. نعم. مش بس قصة قرض مدعوم، لأنه القرض المدعوم مدعوم من مال الناس كمان، من وين بتيجي الدعم؟ إن كان من مصرف لبنان، أو إذا يوما ما اعتبرنا إنه الدعم يأتي من المالية، أو نعم. إذا كان بتحفيز ضريبي، بكل الأحوال هالدعم هيدا عم بيجي من مال الناس. نعم. وما بيجوز نستمر نعطي قروض مدعومة بسبع نقط وأكثر أحيانا، يعني 7% نعم. وأكثر أحيانا. نعم. لناس عم تشتري شقق ب 800 ألف هيدا اللي كنا عم نحكي، وهيدا اللي فجر الأزمة بالنهاية، يعني كنا استمرينا. نعم. عنا قدرة معينة بالدولة اللبنانية، بدنا نرجع نتذكر إن إحنا مش دولة غنية. الغنية أنا ما بعرف ولا دولة بالعالم تعطي قروض مدعومة لشقق ب 800 ألف دولار. نعم. وبالتالي يجب أن نحد العملية للقروض المدعومة من جيوب الناس للناس ذوي الدخل المحدود بشروط المؤسسة العامة للإسكان وبدون تسجيل، ويكون نعم. في شريحة أعلى شوي طال الطبقة المتدنية من الطبقة الوسطى. نعم. يلي هي شروط مصرف طيب. الإسكان. اليوم نحن بدنا طرح لهالموضوع، أو يعني بدنا تشريع بمجلس النواب، لأنه يصير في إعطاء يعني الدفعات الجديدة وفق الشروط اللي عم بيحكي فيها كان هلا كمان أستاذ روني. شو رأيك؟ ليش لا؟ يعني إذا في لزوم نشرع منشرع، لازم نشرع بسرعة، لأنه كلنا شفنا التأثير السلبي جدا لوقف القروض المدعومة على حركة الاقتصاد بالبلد، والأهم نعم. بالنسبة لي على الناس. نعم. يعني ما بقلك عدد الشباب والصبايا لغيوا العرس تبعهم. صح. يعني هيدي شغلة بتطال صميم حياتهم أكيد. وأحلامهم وسعيهم. ما المشكلة مشكلة إنه بدك مسؤولين يفكروا بالناس يا ساعة النايب، بدنا المسؤولين يفكروا بالناس، مش يفكروا بأصحابهم اللي بيقدروا يشتروا شقة ب 800 ألف دولار، يفكروا بهالناس اللي مش قادرين يشتروا شقة ب 100 ألف دولار. هيدا التوجه اللي بيهمني بهالشغلة يا ست غادة. نعم. أول شيء يكون عندنا سياسة إسكانية، مش انه عملية كانت هيك ونستمر فيها هيك، نرجع نحطها كلها على الطاولة ويكون في سياسة ان شاء الله. السياسة اللي اقترحناها كوزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الوصاية على، وانا وزير الوصاية على المؤسسة العامة للإسكان، هي السياسة اللي تنقذ العملية الإسكانية بلبنان يلي شرحتها بشكل مقتضب. الثاني بدنا نقرر شغلة من ثلاث شغلات، وثلاثتهم بدهم يكونوا حكما على المدى الطويل. نعم. يعني ما في اجي اقول اليوم انا عم امن من المالية 50 مليار ليرة تمرق السنة أو تمرق سنة الجاي، ما هي القروض حكماً على 15 إلى 30 سنة. صح. يعني بدي يكون عندي سياسة إسكانية على المدى الطويل تتناسب مع إمكانياتي كدولة، تتناسب مع احتياجات المجتمع وتحديداً. يعني هون مسؤولية النواب، مسؤولية النواب وخاصة هلأ بالمجلس النيابي الجديد، إنه يقدر يشرع هالسياسة هيدا ويقدر يراقب تطبيقها، لأنه أوقات في تشريعات كتير وبالتطبيق بيكون في خلل. صراحة حطيت إصبعك على جرح كثير عميق، هي إنه ما في رقابة كافية. نعم. وصراحة بس تتبع سياسة معينة، إذا ما في رقابة هالسياسة هيدي رح تنحرق. صح. لازم يكون في رقابة كثير دقيقة، ويكون في منظومة عقوبات عندما يضطر الأمر. يعني مش عطلة. حلوة هيدي، هيدي جديدة هلا أخذناها منك، منظومة عقوبات على الحكومة أو على المسؤولين؟ لا لا، الحكومة بحسب شوية العقوبات على وين؟ على مين؟ منظومة إذا مثلا قلنا إنه القرض بده يروح بشروط معينة للناس ذوي الدخل المحدود، إذا صار في انحراف ورجع على شقة ب 400 و500 ألف دولار، لازم ينعرف ليش ومن قبل مين، ويتم محاسبته عليها. اوكي، واذا صار في انحراف، واذا صار في انحراف بتطبيق السياسه السكانيه، مين بيتحمل مسؤوليه ومين بيقدر ومين بيتعاقب؟ لازم يكون في منظومه رقابه، منظومه الرقابه هي اللي بتحدد المسؤوليات وهي اللي بتطبق القوانين، بس ما فينا نستمر بالسياسه بدون رقابه. ان شاء الله خير، ونحن على طول رح نضل نراقب معكم ساعات النايم. شكرا لك. الله يخليك يا رب. شكرا لك. الله معك. الله معك. شو بتحب تضيف استاذ روني؟ لا يعني معالي وضح الصوره بشكل كثير كبير، وحط
الاصبع على الجرح او النقط على الحروف، وهي هذه اللي كنا عم نحكي فيها، انه القروض السكنيه ما ممكن تستمر مثل ما كانت مستمره لكل الطبقات الاجتماعيه. اللي عم نطرحه اليوم انه المؤسسه العامه للاسكان وقروض العسكريين تستمر بدعم اللي هو بيكون الدعم الاقصى يلي بنقدر نتحمله، يمكن يكون 5 أو 6 نقاط لهالقروض. يعني اليوم اللي عم اما القروض الثانيه يلي هي لذوي الطبقه المرتاحه، يعني يلي معاشه ومدخوله فوق 10 مرات للحد الادنى، اذا ما ندعمه بس لنقدر ندلع منحرك كل الدوره الاقتصاديه وفي حاجه، بس بتكون بنقاط اقل وبتكون بفايده اعلى من فايده طيب المؤسسه. اليوم اللي ناطرين شو بنقول لهم للي ناطرين اخر شيء بهالفقره؟ بس نوضح بشكل سريع، هو عندنا نحن شائفتين من المواطنين اليوم. اول قسم من المواطنين يلي هن حصلوا على موافقات من المصارف بتعميم سعادة حكي مصرف لبنان، والتعميم يلي صدر عن جمعية المصارف ومشكورين عليه أنه بيتحملوا دعم الفايدة من هلأ لآخر السنة، هاي القروض رح تمشي كلها سوا. أي متى رح تبلش؟ نحن بلشنا نتلقى الموافقات. هل 700 قرض؟ تقريبا صاروا أكثر شوي من 700. نعم. نحن بلشنا نتلقى الموافقات تبعهم، وكل جمعة عنا اجتماعات مجلس إدارة بشكل دوري لحتى كل الموافقات اللي عم تجي لعنا نصدرها ونبعتها على المصارف. أما القروض يلي كانوا مضيوا العقود فيها بالمصارف كمان نحن عم نمضيها وعم نبعتها. هاي الجمعة الماضية مضينا بحدود 100 اتفاقية راحوا على المصارف وعم بيصلون اسمسات العالم. أما القروض يلي بعد ما تقدموا بطلبات أصحابها، يعني يمكن ارتبطوا أو موعودين أنه يحصلوا على قرض كانوا، بس بعد ما تقدموا بطلبات وبعد ما في موافقة من المصارف ممكن تتأخر أكثر مشكلتهم، لانه اذا بحاجه لتشريع قانوني خلينا نمرق هلا هول ال 700 واكثر شوي بالاول. هودي عم يمرقوا، مرق اول 100 منهم جمعه الماضي وتباعا عم يمرقوا، وبلشنا نتلقى كميه هائله من الاتفاقيات والموافقات بجمعه الماضي. نعم. والقبله من بعد، خاصه تعميم جمعيه المصارف انه هن راح يتحملوا دعم الفائده من اليوم لاخر السنه. بتحب تضيف شيء؟ نحن بنتمنى اذا في افكار معينه من المواطنين او عندهم اي فكره ممكن يتقدموا فيها او حل غير الحلول يلي عم نشتغل عليها وطرحناها، يتصلوا بالمؤسسه العامه للاسكان ويقدموا لنا فكرتهم. شكرا لك استاذ روني لحود. بدي اذكر المشاهدين انهم يبقوا معنا لانه عندنا بعد فكره كثير مهمه رصدنا فيها التجاوزات والانتهاكات والفظائع الانتخابيه اللي رافقت العمليه الانتخابيه، وراح نبرز هلا راح يكون يبين معنا كيف يعني هيك مرميين هول اللوائح، احد اللوائح اللي حصلنا عليهم من عدد كبير من اللوائح المرميه، ما حدا بيعرف قديش، هلا راح نشوفها بالتفصيل. وايضا عندنا فقره عن المادة اللي أثارت جدل حول امتلاك الشقة اللي بيخول أخذ إقامة دائمة بلبنان. فاصل إعلاني ومنتابع الحلقة. قبل ما نبلش بفقرتنا لابد من التوقف عند الحادث الأليم اللي حصل بمنطقة الشويفات وأدى إلى استشهاد علاء أبي فرج، الشاب اللي بعز شبابه اللي استشهد نتيجة شو؟ نتيجة إشكال شو؟ إشكال همجة، نتيجة رصاص متفلت أو أسلحة متفلتة بين إيدين الناس اللي موجودين بالمنطقة. ما بعرف شو بده ينقال عن هيدا المشهد اللي عم يتكرر أحيانا كتير بلبنان، وبالنهاية الخسارة كتير كبيرة لأهل علاء لأقاربه. معنا أحد أقربائه نشأة الحلبة. مساء الخير نشأة. مساء النور نشأة. اليوم بدي منك أنت كشاب يعني تقريبا من عمره لعلاء، خبرنا شوي عن علاء اللي كان متطوع بالدفاع المدني، وخبرنا عن وجه لنا رسالة للشباب اللي بهالعمر لأهل المنطقة اللي انتم منها، شو بدك تقول اليوم؟ علاء أبو فرج هو متطوع بالدفاع المدني. نعم. أمضى حياته بخدمة العمل المدني الإنساني لإطفاء الحرائق ونقل المرضى ونجاة المصابين من انفجارات صارت الماضي جراء أحداث الأمنية. نعم. يوم الاقتراع ساعد جميع المقعدين من نقلهم على المراكز الاقتراع على نعم. الكرسي، كان يجر المقعدين على الكرسي ليقترعوا، ما فرق بين طائفه او بين حزب، ما فرق بين حدا، نقلهم كلهم ببسمه وباندفاع. نعم. وبشهامه. هذا الاندفاع والشهامه جرته لحتى يقدر يوقف
يقف مع افراد او مجموعات على الطريق كانت عم بتقوس برصاص، شيء ابتهاج شيء غير ابتهاج. نعم. هيدي المنظومه الحاكمه يلي سببت باستشهاد على هيدي المنظومه، هي لانه حكمت هيدي البلد وافسدت له المؤسسات الموجوده فيه من مؤسسات قضائيه وغير قضائيه، بتوصل لهيدي النتائج. نعم. للاسف. يعني اليوم شو الجو، يعني جو الشباب، يعني انت يمكن مقرب ابن عمته لعلاء، قرابته لعلاء، جو الشباب يعني بالمنطقه، ونحن بدنا ندعيهم ليكونوا كثير لياخذوا الامور نحو التمسك اكثر بالدوله، تمسك اكثر بثقتهم بالقوى الامنيه، الابتعاد عن السلاح، هيدا السلاح المتفلت اللي لازم انه خلص بقى ينوضع له حد بكل المناطق. كيف بتلاقي جوهم؟ نحن بنؤمن بالقضاء والقدر، ولكن على الدوله تحمل مسؤولياتها وقيام بواجباتها حفاظا على سلامه وامن المواطنين. نعم. هيدي الدرجة الأولى، والعدالة ثم العدالة. لعلاء ولكير رفاق علاء يلي راحوا خطيط. نعم. خطيط الخطيط السياسي وشحن السياسي على قبل استحقاق الانتخاب وأثناء الاستحقاق كمان. صحيح، قبل الانتخاب. هلا هي منها وليدة امبارح، المشكلة اللي صار هو تراكم، هي عمل تراكمي. نعم. من الأشخاص أو النواب يلي هن صاروا عم بيشحنوا او عم بيطلقوا كلمات بالدين شعب على شعب على شعب، بتفرق بين متحزب وغير متحزب، بين حزب هون وحزب هون، بتؤدي لهذا الحقن وبتؤدي للتفرقه بين اولاد المنطقه الوحده. أنا بدي أشكرك نشأت، وبدي أتقدم بالتعازي من أهل علاء، من أصدقائه، من كل المنطقة، وإن شاء الله أنه بيكون في عبرة من بعد كل حادثة من هالنوع، أنه الناس تتعظ، وأنه كفينا بقى دم، وكفينا أنه يكون في عنا شهداء كرمال شو كرمال مشي. إن شاء الله أنه تكون عبرة الحادثة. شكرا لك نشأت الحلبي. بدي انتقل لموضوع الفقرة اللي هي عن الإقامة الدائمة مقابل تملك شقة، وين صار هيدا القانون وشو مصيره بعد تعليقه من قبل المجلس الدستوري؟ خلينا نشوف تقرير عن هالموضوع، وبنرجع منستقبل المحامي الدكتور بول مرقص، رئيس منظمة جوس تيسيا الحقوقية. أثارت المادة 49 من قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2018 بلبلة كبيرة بالآونة الأخيرة، فهالمادة بتمنح الأجانب وبالتالي اللاجئين السوريين والفلسطينيين حق الإقامة بلبنان، وهي بذلك بتكون بمثابة تشريع لبقائهم بلبنان، فبيكفي أنه يتملك أي أجنبي شقة سكنية بلبنان بسعر محدد حتى يمنح الإقامة. ومن وجهة نظر بعض المشرعين لهالمادة، فهالمادة بتساهم بضخ أموال أجنبية بالأسواق اللبنانية، وبتساهم بتحريك العجلة الاقتصادية بظل تردي الأوضاع وتقهقر الاقتصاد، وبيعتبروا أن العديد من الدول لجأت لمثل هالخطوة للمساهمة بإنقاذ الاقتصاد. بطريرك الراعي كان من أول المعترضين على هالمادة، وأكد أنها مقدمة لمنح اللاجئين بلبنان الجنسية والتوطين كما حصل سابقا بقانون التجنيس يلي خالف الدستور وضرب بالعمق التوازن والديموغرافيا بالبلد. نائب سامي جميل كذلك من أشد المعترضين على هالمادة، وهو عمد إلى تقديم طعن أمام المجلس الدستوري بقانون الموازنة وبالمادة 49 بعد ما نجح بالحصول على توقيع 9 نواب، بالإضافة طبعا إلى توقيعه، وهم نواب هن إلي ماروني، نديم جميل، سامر سعادة، فادي الهبر، دوري شمعون، إلي عون، جيلبرت زوين، يوسف خليل، وساج تور ساركيسيان. رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون كان اعترض على المادة ووجه رسالة لمجلس النواب بواسطة رئيس المجلس نبيه بري، وطلب إعادة النظر بنص المادة 49، إلا أنه عاد وتشاور مع الرئيس بري وقرروا التريث من بعد ما تقدم النائب سامي جميل بالطعن أمام المجلس الدستوري. دكتور مرقص، شو رأيك بعد المصير هيدي المادة بالمجلس الدستوري، شو رح يصير؟ هلا التنين رح ينعقد مجلس دستوري. نعم. للنظر في اساس هذا الطعن. نعم. لانه بتذكري من حوالي تقريبا اسبوعين او اقل علق
هذه المادة، يعني ما بقى لها مفعول، بانتظار أنه ينظر فيما إذا كانت دستورية أو غير دستورية. وبده ينظر كمان بقانون الموازنة ككل إذا هو دستوري أو غير دستوري. التنين جلساته بتبقى مفتوحة لأنه المادة واضحة 21 من قانون 250 على 93 بتلزمه أنه يضل فاتح جلساته لحين اتخاذ القرار عن لا ألا يتعدى بقراره مهلة 15 يوم ليكون باتت بالطعن. فإما بالطعن أن يبطل هذه المادة أو يعتبرها دستورية. كذلك الأمر بالنسبة لقانون الموازنة، إما بيعتبره كليا باطل أو جزئيا حسب. بس في فصل بين هيدي المادة وبين الموازنة، يعني طبعاً مش مربوطين ببعضهم. ممكن أنه يبت بهيدي المادة ومن دون صحيح لأنه الموازنة. إذا بدك الأساس الطعن بقانون الموازنة هو له أسباب عامة، أنه بخالف المادتين 86 و87 نعم من الدستور اللي بتحكيكي عن مبدأ سنوية الموازنة وقطع الحساب وأنه بتصير الموازنة آخر السنة نعم مش أول السنة. وفي أصول للتشريع، تشريع المالي مش بشكل مجتزأ وبالمفرق. يعني الطعم بالموازنة بيختلف عن الطعم بهيدي المادة، ممكن بت الموضوع الموازنة بشكل مختلف، يعني ما مربوطين مع بعض. وهيدي المادة هلأ معلقة لحين البت إذا كانت دستورية أو غير دستورية. صحيح. طيب إذا اليوم بت بس القانون الموازنة ساري المفعول ككل، ساري المفعول اللي تعلق هو قضية التملك الشقة تحديداً. أو أخذ إقامة مقابل تملك شقة. صحيح. للأجانب، واللي أجانب مفتوحة للجميع، يعني ما كل في أي معايير، ما في معايير. المادة اجت بإطلاقية منا بمعايير، بمعنى اليوم هال 17 بلد بالعالم يلي بيشرعوا إمكانية استثمار الأجانب. نعم. مش تملك الأجانب. لأنه ممكن تعمل استثمارات مالية. نعم. ممكن تعمل إشياء بتنتج للبلد، مش ضروري كله على التملك. نحن بس فكرنا بجزئية معينة هي قصة التملك، ما حطت أي معايير. يعني مين ما كان اليوم في يتملك شقة أو في يقول إنه هو دفع حقه، حتى يمكن انه في وقت دفع اقل، حتى ممكن انه يكون في مثلا شروط للمتملك، قديش كان انه عم يجي على لبنان، قديش هيك بصير ببلاد العالم، سجله ببلده، في شروط يعني تحديدا. مزبوط اللي عم تقولي، معايير يعني تماما. لانه ببلاد العالم هاي مثل اليونان وقبرص واسبانيا والبرتغال وغيرها من الجزر يلي اليوم فتحت هذا الباب الاستثماري مش بس العقاري. اذا كانت هالاقامه بدها تشمل عائلته وما بدها تشمل عائلته، بدها كثير شرح يعني. هلا هون اجت تقول بتشمل بس، لكن العائلة. لكن لكن بهديك البلاد المتطوره بده يكون في عنده دخل معين، بده يكون بلغ مثلا مرحله التقاعد، بده يكون في اميجريشن بورد بيراقب التطبيق هذه المادة بشكل صحيح حتى هي ما بده يكون ببلده الغرض. عنده ببلده كمان عنده منه جاي مقيم لأنه بده يشتغل، عنده وضع مادي مش عبء، ما يكون مريح. عبء على البلد نعم اللي هو في عدة معايير. لكن نحن هلا بالانتظار، ممكن أنه يكون في يعني مفتوحة على كل احتمالات القرار اللي بده يتاخذ من المجلس الدستوري. هالمجلس عليه أعباء كبيرة هالفترة، خاصة كبيرة كمان مصير الطعون الانتخابية اللي بده تتقدم. صحيح. وأنا صحيح رح أقدم أحد الطعون، فرح يكون عليه عبء كبير وعنده عبء أكبر بكتير بعد، لأنه قانونه مبني على النظام الأكثري ونحن صرنا بالنظام النسبي. صح. يعني إذا بده ينظر بنتيجة الطعن ضد المطعون به كنا عم نفكر ممكن فيها تخربط النتيجة كلها بالنسبة للائحة المتخاصمة. صح. يعني صعب. بعتقد أعضاء يعني ورئيسه يلي بنوجه لهم تحية على نعم فكرة، بيكونوا مفترض عملوا خلوة دستورية قبل ما ينظر. أنا ما رح وجه لهم تحية ما أكون عم أسرع على أنا بوجهها عندي. بيكونوا حطوا معايير لكيفية التصدي لهالطعون لأنه قانون قديم صادر بفلسفة القوانين. بس هل اللي شرع هيدا القانون فكر أنه ممكن ينطعن فيه، وبحالة الطعن شو لازم يصير، وبحالة الانتخابات الفرعية في حال لا سمح الله وفاة أحد النواب شو بده يصير وكل هيدا ما بعد؟ لأنه مبين القانون يعني اللي بيجيب لك نايب بكم عشر أصوات، يعني ما بعرف قديش مدروس هيدا القانون. في كتير صغر بهيدا القانون، يعني إمكانية الطعن بالقانون صعبة، لأنه مثل ما قلت إنه أنت عم تطعن بلايحة مش بشخص، يعني ايه مش بمقعد، ممكن تخربطي النتيجة كلها بالنسبة لل لأنه احتسابه أصلاً عجيب غريب. ما بقى بس بتنسحب نتيجة الطعن على المطعون به تحديدا. كل أحوال عنا فقرة للموضوع الانتخابات، ولكن خلينا بعد نستفيد من حضرتك دكتور بموضوع شو اسمه الموضوع هيدي المادة اليوم. هيدي المادة قديش كان ممكن تأثر لو نفذت على
على البلد، على ديمغرافية البلد، على الوضع التوطين بالبلد إذا جاز التعبير، نحطها بين هلالين ببلد مثل لبنان، بالوقت اللي ممكن كنا نربطها أنه تحل أزمة أصحاب العقارات المجمدة، يعني عقاراتهم من ميلة كانت بدها تنحل ومن ميلة كانت بدها تتأزم. يعني بفقرتك السابقة إذا ملاحظة كنت عم تحكي عن موضوع الإسكان، كرود. اليوم بسبب هالتضييق على موضوع الإسكان بائع العقارات سينظر إلى العراقيين، الفلسطينيين، السوريين، من دون معايير لحتى يبيع هالعقارات. اليوم هؤلاء نحن من دون أي تمييز عم نحكي، بس البلد ما بيحمل عدم وجود دراسة جدوى للتشريع، يعني ما فيك تشرعي كيف ما يكون. مثل ما شرعنا التفقة، واحد بيقول لك بدنا نعملها 11% زبطت معه، حدا بيقول لك لا ما بنعملها 15 و17، مش هيك بتصير الأمور. في كتير تشريعات عم بتصير هيك بهالطريقة. مثلا بتصير على الكسور التفقة مثلا، ليه؟ لأنه بيعملوا شيء اسمه دراسة حول أثرها الديموغرافي مثل ما تفضلتي، المالي، الاجتماعي، إذا فادت هون قديش نسبة، إذا ضرت هون قديش نسبة، قبل ما يشرعوا. بعدين مش بيحشروها بمادة وكتر خير الرئيس بس بري. هل فعلا بقلك بمطرح معين كان يبقى يعملوا الموازنة قبل ما نتصدى للموضوع بمرصد التشريع مع البروفيسور أنطوان مسرب وقتها، كان يحطوا فصل مواد متفرقة بقانون الموازنة. شو ما بدك بتحطي، يا نصيب، تعيينات، اللي بدك إياها. هلأ ألغى هذه الطريقة، لكن بعد في إذا بدك مطرح معين إمرار لبعض المواد وحشرة في خضم قانون موازنة شغلته وعملته وردات ونفقات. هيديك مواضيع بدها استراتيجية طبعاً، وبدها برنامج دراسة استثماري اكتوارية ودراسة بدها كتير تحديداً، رغم أنه الموازنة لما نظلمها فيها كتير أمور إيجابية، ولما نظلم كمان جهود وزارة المال بهذا الموضوع في بعض التحفيزات. اليوم إذا المجلس الدستوري يعني هل قرار هالمجلس نافذ، أو ممكن أنه يرجعوا يلتفوا بقانون تاني جديد، أو يرجعوا يعيدوا يعني هلأ بيلزمهم هون المجلس الدستوري بوضع معايير. بس أخشى ما أخشى أنه مرات كتير بيعودوا بيشرعوا ما بيلتقى 10 نواب يطعنوا أو أكتر. مثل ما صار أعطيك مثل اليوم نحن عايشينه. اليوم ولاية الحكومة بعدها مكفاية، ما رح تعتبر حكومة مستقيلة على اعتبار أنه ولاية المجلس بتخلص بعشرين شهر. بوقت المجلس الدستوري بقراره اللي أبطل فيه أو ما قدر يبطل بالأحرى، اعتبر غير دستوري التمديد بس ما قدر أبطله، قال مفروض تعملوا الانتخابات فور زوال هاي الظروف الاستثنائية اللي تحججتوا فيها. معنى ذلك فور إجراء الانتخابات كان لازم نعتبر أنه صار في ولاية جديدة للمجلس الجديد، وبالتالي تعتبر الحكومة بحكم المستقيل. الأمر اللي ما صار بعد مكمل الحكومة، رح تعقد هلأ جلستين بهالفترة الانتقالية، بهالجلستين بتقرر البداية مثل مثلا في يقال بدها تأسس جامعة، ترخص لجامعة وغيرها. هلأ بمرقوا إذا بدهم تمريقات بوقت، وبصرف النظر عن الأحقية أو لا، نحن عم نحكي كمبدأ، بمرقوا أمور حتى بالأخلاقيات السياسية مش مقبولة. لازم هلأ نحن ما نحمل أعباء جديدة على الولاية الجديدة. إن شاء الله تكون ولاية خير على كل حال، رغم أني أنا متخوف جدا من ندرة، إن لم أقول يعني شبه انعدام لوجود مشرعين في المجلس النيابي الجديد. إذا كنا عم نعاني من قانون أجرات بفوت الناس بعضها، من قانون انتخاب فوت السياسيين نفسهم ببعضهم، خايف كتير موضوع التشريع في الولاية القادمة، لأنه قالوا وندروا هؤلاء المشرعين لمصلحة النواب غير المشرعين، وهذا يعني أمر خطير. شو فينا نقول بالوقت اللي بحاجة يمكن بالولاية الجديدة أنه يمكن نصوب بموضوع قانون الانتخاب؟ بدك تفكر تعملك شي تحالف ظل حتى يعمل إذا بدك مواكبة صحيحة للتشريع الصحيح. بكل الأحوال رغم أنه ما رح يعني ما رح نستسلم، ورح نضلنا متابعين مسيرة التصويب ومعارضة وإضاءة على أخطاء الحكم. يعني عسيرة قانون الانتخاب هلأ فورا لأنه بعده طازة براسنا وحامي المعارك ونتائجها، ينعمل مشروع جديد لقانون الانتخاب يتقدم مباشرة حتى ينظروا فيه، ما يتركوا حاله للست أشهر الأخيرة، يضل في مهلة معقولة للمرشحين والناخبين يعرفوا يجروا يترشحوا على أساسها، ويكون أقل ما يمكن ثغرات. مثلا البعض بيقول أنه مش معقول أقل من 1000 صوت واحد يمثل الناس مثلا. في معايير بهذا يعني الإطار. في من المسحات أنه واحد 77 صوت ممكن أنه ليه بده يقبض أكثر من مليون ليرة، يعني إذا كان أخذ بس 77 صوت، هيدا على سبيل المزاح، بس اللي بدل على المقاسة اللي أنتج هيدا القانون. كل أحوال أنا بدي أشكرك دكتور بول على حضورك معنا، على طول منستفيد منك بهيدي المواضيع القانونية الدستورية اللي
مشكله، لازم تصير ثقافه معممه لكل الناس، لانه حتى الناس لازم تفهم تقدر صحيح. تحلل اكثر بالمواضيع القانونيه لتعرف مين بدها تنتخب. هلا اخر كتاب عملته عم خبرك كنت اسمه قواعد تفسير الدستور، نورم دانتربريتاسيون دو لا كونستيتيسيون، لما نضل كمان هلا بعصفوريه نعم. التفسير بعد شوي، وكمان مساله التشريع صار علم التشريع اسمه لوجيستيك سيانس دو ليجيفيري، علم مش كيف ما كان بنشرع، لانه هي بتترك كثير ذيول اجتماعيه طبعا وتخبط وعدم استقرار في يعني المجتمع. هيدا تشريع التملك ممكن يغير وجه لبنان يعني على شوي، اذا واحد هو سموه توطين مقنع يعني ديجيزي نعم. بمعنى اخر غير مباشر. شكرا لك دكتور بول مرقص. بعد الفاصل الاعلاني مشاهدينا رح نحكي عن وفي تقرير مفصل ومطول حول الانتهاكات الانتخابيه، يمكن رح نعطي صوره بشعه عن الديمقراطيه بلبنان، عن عدم تكافؤ الفرص بين الناخبين، عن الهمجيه والساده العمليه الانتخابيه، خليكم معنا. الانتخابات اللي الناس نطروها بعد 9 سنين، ممكن بعض اللي ربحوا من أهل السلطة يفكروا أنه مرقت على خير، ولكن هي ما مرقت على خير أبدا. الناشطين اللي عم بيراقبوا، جمعيات المراقبة، كمان هيئة الإشراف على الانتخابات رصدت عشرات وعشرات المخالفات. خلينا نشوف هيدا التقرير اللي بيظهر الصورة أكثر، ومنرجع منستقبل النقيب نهاد جبر عضو هيئة الإشراف على الانتخابات ودكتور علي مراد عضو الهيئة الإدارية بجمعية لادي. خلينا نشوف التقرير سوا ومنرجع لضيوفنا. رافق انتهاء الانتخابات النيابية موجة من الانتقادات جراء وجود مخالفات بالجملة والجهات المعنية لا حياة لمن تنادي، وبجولة على أبرز المخالفات الفاضحة على امتداد كافة الدوائر الانتخابية بلبنان، بشويفات اندلع أشكال بأحد أقلام الاقتراع وتطور لتضارب وتكسير صناديق الاقتراع ليتم بعد إعادة الأوراق بظروفها إلى الصناديق. والسؤال بهالحالة بيبقى كيف ومين أشرف على إعادتها، وهل أعيدت بالطريقة الصحيحة والمطلوبة؟ بشوف وتحديدا ببرجة توقفت عملية الاقتراع على خلفية إشكال بين أحد المواطنين والضابط، وبعد 45 دقيقة عادت وفتحت الأبواب أمام المقترعين. بزحلة تم طرد مندوبي لائحة كلنا وطني من مراكز الاقتراع حيث يتم فرز الأصوات. أما مسلسل الصناديق فكان له حيز من السيناريوهات الهوليوودية، صناديق الاقتراع بالشوارع وعلى عينك يا تاجر، صناديق مع أفراد مدنيين وبدون أي مرافقة أمنية كما من المفروض أنه يصير، بالإضافة إلى فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لصناديق فتحت خارج السراي أو المكان المخصص للفرز، واللافت كان موجود عسكري عم يشرف على العملية وكأن شيئا لم يكن. انتهت العملية الانتخابية ومن ثم الفرز وبدأت النتائج، غرايب عجيب، تخيلة عجيبة من عجائب الدنيا السبع. دكتور حنان الشعار المرشحة عن لائحة كرامة بيروت وبحسب النتيجة بالقلم يلي عائلتها بتنتخب فيه حصلت على 0 أصوات، بكلمات أخرى لم تنتخب نفسها ولا حتى والدتها انتخبتها، هل هالشي معقول؟ أو إشارة إلى تلاعب واضح بالنتائج الصادرة؟ بالإضافة إلى أحد المغتربين بأستراليا صدم لوجود اسمه مشطوب على أحد اللوائح بعرمون، وهيدا دليل قاطع للتزوير وانتحال شخصية المعني من خلال استخدام اسمه وجعله ينتخب قصراً. نائب يكون معه خلال الفرز وحتى ساعات الليل رقم معين، وعند صدور النتائج الرسمية بيتبين أنه معه الرقم أقل بكتير من الرقم يلي تم تداوله بالفرز والماكينات الانتخابية. لكن مع هالمخالفات سجل كتير من الخروقات قبل 6 أيار، وخصوصا بموضوع الانفاق الانتخابي، إضافة إلى اتهامات باستعمال المال العام من قبل بعض أركان السلطة. وهون السؤال، وين دور هيئة الإشراف على الانتخابات يلي بيّنت وكأنها بحالة لا حول ولا، ويلي أكيد كان لازم تقوم بدور أكبر خصوصا بموضوع المال الانتخابي إن كان من حيث الرشاوة أو استعمال المال العام؟ هل ستترجم المخالفات طعون أمام المجلس الدستوري؟ مين بيأكد أنه الطعنين ممكن يوصلوا للنتيجة، خصوصا أنه التجارب السابقة مع هيك شكل من الطعون منا مشجعة أبدا؟ فهل رح تضيع صرخة المعترضين والطعنين وتروح بهمروجة الانتصارات والحسابات السياسية بعد الانتخابات وما يتغير شيء من يلي صار؟
أستاذ نهاد، عضو السابق لنائبة المحامين وعضو الحالة لهيئة الإشراف على الانتخابات، النائب السابق للمحامين عفوا، وين هيئة الإشراف على الانتخابات وشو مفعولة ولشو هالهيئة إذا كل هاللي صار وما سمعنا صوتكم؟ أول شيء بدي أشكركم لأنه هذا السؤال. هيئة الإشراف على الانتخابات موجود، إنما هيئة الإشراف بعكس ما الناس عم بتفكر وعم تنتقدها، محصورة مهماتها بالقانون. وإذا بدنا نقرأ المهمات، المادة 19 بتقول شو مهمات هيئة الإشراف. نعم. إيه مثل هيئة الإشراف بالمهمات المنصوص عنا بالقانون، وهي أكتر شيء مراقبة وسائل الإعلام. هيدا هي يعني مش شاطرين غير علينا يعني. أكتر شيء أكتر شيء مراقبة وسائل الإعلام. لك يا ريت قد ما بدهم بيطلعوا على الإعلام وقد ما بدهم بيدفعوا بالإعلام، بس على الأرض بيكون في انضباط بأنه هيدا الصوت اللي هلا بدي فرجيك إياه، واللي هيدا أخبار هلا، هيدا الصوت يكون في محافظة عليه. هيدا ليش بدها تكون معي؟ هيدي مش لازم تكون معك. هيدي مرمية لازم. كانت حدا وصلنا إياها لأمانة معينة، لأنه نحن عم نخوض انتخابات مجتمع مدني، وصلوا لنا إياها. فهي ليه بدها تكون معي؟ مش لازم تكون معك. يعني أنا شو عرفني كم ليحة منا كمان مرمي بالمكاتب ومرمي بالنفايات وعم بتم التلاعب فيها، كان لأنه هون في شحت التصويت لكلنا وطني اللي أخدها مجرب هون يشحت فيها وطلع معه أنه ما بيقدر يعطي تفضيلة وهي مشحتة هون، بيقوم بكبة مثلاً. على كل حال يمكن هذه تلغى يعني، بس مش طب لازم. إذا ألغيت مش لازم تكون معك. طيب بس هي إذا ألغيت يعني هي اليوم مش لازم تكون معك. هذا ممضية من الألم، ممضية كمان. شو بدنا نحكي عن تجاوزات من هالنوع عدا عن التجاوزات اللي شفناهن يعني؟ بعدين في شغلة تانية، أنتوا ما رصدتوا يوم الانتخابة؟ ما رصدتوا يوم الانتخابة أنتوا؟ أوكي، وشو طلع معكم؟ رصدنا لحدية إقفال صناديق الاقتراع. ومن بعدها؟ من بعدها خلص. أوكي، شو بين معكم؟ يعني نهار التنين ما نعود نور. أنتوا عرفتوا أنه في لجان قيد نعست وتركت المقر أو المركز ورجعت؟ هذا هل شيء طبيعي؟ تقلك شغلي معلش. هلا بالماضي كانوا يقطعوا الكهرباء، هالمرة لا، نعسوا بدهم يروحوا يناموا شوي. هيئة الإشراف على الانتخابات ما إلى واجبات، ما إلا واجبات تقوم فيها على الأرض. يعني هون الناس مفكرين إنه هيئة الإشراف عندها شيء 5000 واحد بيبرموا على الأقليم وعلى المناطق. هيئة الإشراف مؤلفة من 11 عضو. أول ما تألفت صادفها أمور كثيرة عرقلت مهمتها. من بعد إعلان فتح الحملة الانتخابية، إعلان بدء الحملة الانتخابية، تحسنت شوي الوسائل الموضوعة بتصرف هيئة الإشراف. الناس أخذين فكرة إنه هيئة الإشراف معلش وسائل، في بعض وسائل الإعلام استعملوا كلمة مش رح أقولها إنه أخذوا مصاري. هيئة الإشراف ما فيها مصاري. لأنه أنتوا صامتين، ما أعطيتوا يعني ما أعطيتوا تصريح، ما أعطيتوا شيء. سيلفانا اللئيس استقالت وما حدا حكى شيء، ما تعين بدلة كحدا ممثل. لأنه هيدي مجلس الوزراء بعين بدلة ممثل عن المجتمع المدني بالإشراف. هاللجنة يعني اليوم نحن لقينا أنه جمعية لادي اللي هي جمعية من مجتمع مدني كان عندها دور وكان عندها رصد وكان عندها فعالية أكتر، بينما هيئة الإشراف المواطن اللبناني هو عم يدفع عليها لهالهيئة. إيه بس هون اللي بدي أقوله، ما في مصاري بهيئة الإشراف. الموازنة كلها والاعتمادات مع وزارة الداخلية. طب ليش؟ ما عندنا موازنة بالرغم من القانون. القانون نص على موازنة. يعني هل مقصود إنه يكبلوكم وما يعطوكم موازنة؟ هل مقصود كانت؟ ما فينا نتصرف بأي مبلغ هيئة الإشراف ولا أي شيء. طب ليه ما اعترضتوا؟ ما اعترضنا لأنه كان في عنا قدامنا أو الاستقالة و تعطيل الانتخابات.
ليه بتتعطل الانتخابات؟ بتتعطل الانتخابات. يعني كنا قدام امرين، او الاستقاله او تعطيل الانتخابات. فضلنا نقوم بواجباتنا بالامكانيات المتوفره. نعم. طبعا نعطل الانتخابات ونكون نحن السبب. شو بدنا نقول لتعطيل الانتخابات اللي كان كثير ناس بدهم يعطلوها؟ هلا رح ارجع لك، كمان رح نرجع لعندك دكتور، بس في معنا سيلفانا لقيس لنا على التليفون حتى ما نطول عليها، رئيس الاتحاد اللبناني للاشخاص المعوقين حركيا. سيلفانا لقيس اللي اخذت موقف شجاع جدا، اللي اخذت موقف عبرت فيه عن الواقع المزري اللي كانوا عم بيعانوا منه بالهيئه، واللي كانت عم بتعبر ايضا عن الخلل الموجود واللي عم بيرافق العمليه الانتخابيه. مساء الخير سيلفانا. مساء النور اليك ولضيفك اللي كثير بحترمه سيلفانا. نعم اهلا فيك. طيب سيلفانا، انت اليوم من بعد ما اعترضتي، ما رح ارجع كثير ليش اعترضتي، ولكن اليوم وقتها كنت عم بتراقبي العمليه الانتخابيه وعم تشوفي شو عم بيصير، شو كنت عم تقولي بينك وبين حالك؟ منيح اللي تركتي لما تكوني شهده زور او شو؟ ايه انا بحب ارجع اذكر ليش تركت. انا نعم. تركت لان شفت انه حسب الغاية من إنشاء هيدي الهيئة كان مفترض يكون في عندها بنية بتسمح لها إنها تقوم بدور يضمن الديمقراطية. نعم. ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية. نعم. للأسف انعطى لهيدي الهيئة دور كبير، بس ما معطاها الإمكانيات لتعمل هيدا الدور. الحق عمين هون، بتلاقي الحق عمين انه ما انعطى على بشكل عام الحق على كل يلي صار هيدا القانون، ويمكن كمان في قراءه خاطئه للقانون. يعني انا كنت تحليلي لقانون الهيئه هو انه طالما نحن قسمنا اليمين انه بدنا نسعى لنضمن الشفافيه والنزاهه للعمل للانتخابات. نعم. ما بيعود لازم نفكر بانه القانون بس شو انكتب بيعطينا الحق. نحن عندنا مهمه اساسيه نضمن نضبط العمليه الانتخابيه ونعمل كل شيء بنقدر لحتى نحقق. انت لقيتي انه مش قدرانين تعملوا هيدي الغايه؟ يعني وكان في كمان تمييز أساسي يلي ما بيقبلوا منطق إنه ليه بدنا نرصد مثلا وسائل الإعلام ونقنبها إذا هي مثلا استقبلت حدا عم يعمل خطاب تحريضي، وإذا الخطاب ممكن يكون وزير بس منقنبها لإلها بس ما منقنب الوزير. يعني هيدا ولا ممكن لا هلا ولا بعد مليون سنه. شو ذنب المؤسسه الاعلاميه طالما الهواء مفتوح ومباشر؟ هيدا انه عن قراءه خاطئه للقانون. برجع بقول يعني اذا وزير صرح او اي حدا صرح على الهواء، شو ذنب يعني المذيع او شو ذنب الوسيله الاعلاميه؟ شو هال مقاربة؟ ما في ذنب يعني. والنقطة الثانية كمان موضوع يعني هيدا التمييز، يعني هيدا ولا نعم ممكن ينقبل، لأنه بينتج سلف إنه عودة للطبقة السياسية وإقفال الطريق على كل حدا إنه يعني اللي السياسة مسموح له يعمل اللي بده إياه. نعم. ما بيعود فيك تكافؤ فرص مثل ما شفنا بكل شيء بإدارة العملية الانتخابية. يمكن هيدا بدها إعادة نظر بإنه الوزراء ما لازم يكونوا مرشحين بشكل يعني هيك تشريع جديد. هلا بركي النواب الجداد لازم إذا عن جد بدنا نبني وطن. نعم. يعني فيه مؤسسات قوية وفي استقرار ونبني السلم الحقيقي ان شاء الله. سيلفانا، شو عندك بعد ملاحظه قبل ما ننهي معك عن يعني الخلل اللي رافق هيدي العمليه الانتخابيه؟ شو عندك بعد هيك ملاحظه بتقدر؟ الخلل عندي كثير. يعني اذا بوقف عند يعني مساله كيف تم التعاطي مع، يعني شفنا كثير على التلفزيون خلال النهار الفوضى يلي كانت. نعم. سائعة. يعني هيدا كتير
وما كان في مين يعني ترجع له او تشكي له. وكمان موضوع كبار السن والاشخاص المعوقين، انت بتعرفي كل مره كنا يعني طلعنا معك بالانتخابات البلديه اذا بتتذكري، صح، ووعدنا وقت يعني انه يكون في تسهيل لتسهيل للاليه اللي بدهم. انا ما عم بفهم لما بنعمل قانون كيف بنخرق القانون يعني بدءا من المسؤولين. بس بدي اقول معك شيء بعد، كمان كان في ناس ما عندهم اعاقه كانوا عم بيقعدون على كراسي ويحملوهم كبار بالعمر تيضمنوا شو انتخبوا، تيضمنوا مين انتخبوا ويعملوا حجه انه لازم يفوتوا معهم ورا العازل. نعم، هيدي صورناها كثير وعندنا يعني عندكم اثباتات عليها؟ كثير في صور فيديو يعني صورنا كثير. هيدي خطره يعني، هيدي خطره بكل المناطق شفناها. وكيف انتم وكيف يعني انه نحن بندعي لتحقيق فيها؟ هلا برجع بسال عنا دكتور علي. نحن ما بنقبل ونحن ما حنسكت. نعم. شيء بيأسف انه عم نروح للأسوأ، عم نروح للأسوأ. شكرا لك سيلفانا اللقيس على هيدي المداخله. دكتور بدي بس تفضل شغلي بالنسبه للاشخاص المعوقين، اعترف وزير الداخليه بالتقصير من قبل وزاره الداخليه. هذا الاعتراف اعترف منيح، نشكر انه صار في تقصير بالنسبه لتسهيل انتخابه. نعم، وكمان ذكر هيدا الشيء بال 2016 واعتذر وقت الانتخابات البلديه بلدي. واليوم كمان الوزير اعتذر ورئيس الوزراء اعتذر، يعني كثرة الاعتذارات. دكتور علي كثير الصفحات مليانين عندك كلهم مول مخالفات، امتى بدكم تعطوا تقاريركم؟ نحن تقريرنا النهائي يعني بس لنشرح شوي لانه لادي كثير حريصه على اداره الموضوع بطريقه علميه وكل معلومه تطلع عنا بالتقرير النهائي نكون متاكدين منها. نحن هلا بعمليه تحليل والتأكد والتدقيق بالمخالفات اللي سجلناها لإعداد التقرير النهائي. العدد النهائي يعني نقال بالإعلام 7000 وكذا، نحن ولا مرة أعلننا هيدا الرقم تقريبا. ما رح نعلن الرقم النهائي لأنه يعني كمان في أمور بدنا نتأكد منها وما ننسى كمان أن بس قديش عندكم مخالفات موثقة؟ لأنه في شفنا اليوم عصر الصورة يعني في بالألاف ما رح أقول أكثر من هيك لأنه لسببين. اول شيء مدام غاده بدنا نتاكد من هاي المعلومات لانه في عندنا مصداقيه للادي ونحن تقريرنا بنبعته حتى اذا كانت مشهوده بالصوره طبعاً. مثلا المشهد اللي شفناه انه بالجنينه عم بيشيلوا من الصندوق هولي هيدا مثلا كمان. بس خليني احكي شغله، اللوائح والمغلفات هيدا شو بنقول عنه؟ هيدا مش مشهود؟ هيدا هون بدنا ندقق بالفرق بين عمليه التزوير وعملية سوء العملية الإدارة الانتخابية. اليوم يعني أنا أبدا ما عم برر الوزارة، رح نجي نحكي بالتفصيل عن كم هائل من المخالفات، ولكن بدنا ناخد بعين الاعتبار أنه هذا المشهد قد يكون موظف عم بيرتب الملف مش عم بيبدل ورق. بدنا نتأكد المشهد مش دقيق. طب هل يحق له؟ لا ما بحق له. كيف يعني عم بيرتب وعم بيشيل من المخالفات؟ يعني مش هيدي الصورة بتعمل شكوك جدية وتطرح أسئلة عن عملية التزوير أو لا، ولكن هذا المشهد اللي صوره أصلا. طب أنا اليوم أنت ما تفاجأت أنه معي هيدا؟ أنا اللي بهمني أعرف اليوم بالقانون هيدا الظرف انفرز أو لا، لأنه هيدا الأساس. هيدا من أي ألم ما في ما قادر أعرف. لا بس اليوم نحن اليوم عم نحكي بالمبدأ. اليوم أنا ما بعرف هيدا وصل لعندي، ما بعرف كم واحد مثله رمي وما وصله حدا. أكيد. يعني هل العملية أنه قادر واحد يفوت على قلب البوكس هيدا اللي عاملينه ويفوت على قلب المغلفات وعلى اللوايح اليوم مش أنه مش انه يعني نحن عم نحكي هاي الحاله اذا اضرت ولا لا، عم نحكي على المبدا. خليني اوضح. لا اذا انتم منطلقين من هون يعني ما رح نعول عليكم. ابدا ابدا، انت حضرتك ما سمحتي لي اوضح الفكره. يمكن انا عم اقول المشهد بحد ذاته بيطرح شكوك كبيره ورح نحكي عن هاي الشكوك، بس انا كمان بدي اكون دقيقه. مش بيطرح شكوك، هيدا انتهاك عزيزتي. المشهد هو انتهاك للقانون اذا سمحتي. اليوم في فرق بين سوء الاداره والتزوير. اليوم عمليه سوء الاداره هائله. اليوم رؤساء الاقلام تساهلوا بموضوع الانتخاب خارج المعزل. اليوم تم الاستفاده وتوظيف فكره الانتخاب
مساعدة كبار العمر. القانون قال بساعد فقط اللي عندهم ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى الأم دخلوا معه ما زوروا إنه عندهم احتياجات خاصة وزوروا، صار في تزوير بالعملية. طب إذا حدا ما عنده احتياجات خاصة ونقل كأنه ممنوع عنده احتياج، إذا نقل مثل ما عم بتقول هلأ سيلفانا إنه كان في تزوير، هيدا مش تزوير، إنه حدا ما عنده احتياجات خاصة وفات ينتخب على أساس إنه عنده احتياجات خاصة. صحيح، وهي مسؤولية الوزارة بتأهيل رؤساء الأقلام اللي ما كانوا عم يعرفوا القانون أو تعرضوا لضغط طيب من مكانات الأحزاب. طيب خلينا نفهم شغلة، هول المغلفات ما لازم يكونوا مسكرين، ولكن المغلفات الكبار لازم يكونوا مختومين بالشمع الأحمر وممنوع طيب ينفتحوا. طيب إذا ما كانوا مختومين شو بتقول، سوء إدارة ولا نية تزوير؟ خليني أقول لك النتيجة بالنسبة لي أنا بتعنيني هون أنه سوء الإدارة وتراكم سوء الإدارة بيطرح علامات استفهام كبيرة حول إدارة الانتخابات، لأنه اليوم مجرد ما الصندوق يوصل على الوزارة ورئيس القلم قاعد بالجنينة مش الصندوق لازم يكون مسكر؟ لازم يكون مسكر ولازم يكون المغلف الأساسي مسكر. ما شفنا شي عشرات الصناديق اللي بينت بالصور أنه مش مسكرة، ليش ما بدها تكون مسكرة؟ لا لا، الصندوق هو بحد ذاته المغلف لازم يكون مسكر، الصندوق بيكون انفتح لأنه انفرز. بس السؤال، نحن اليوم في أقلام راحت بدون مرافقة أمنية، طيب في ملفات كانت مفتوحة ومش مختومة بالشرم الأحمر، يعني أنا ما بعرف شو صار بهيدا الصندوق. والكارثة الأكبر اللي رح نحكي عنها بموضوع المغتربين، موضوع المغتربين في ملف كتير كبير بعتقد لازم ينحكى عنه. اليوم عندنا مشكلة مثلا بموضوع المعايير بإدخال التليفونات، اليوم مثلا الوزارة أصدرت بيان ممنوع التصوير بس ما كان واضح بموضوع التليفونات إذا قالوا حق يستعملوه أو لا. موضوع محيط مركز الاقتراع وبرأيي هيدي طيب مشكلة. خلينا كبيرة شوي ما نفوت بالعموميات. في عندي سؤال هلأ عم بقول أنه أعلنت النتائج قبل ما تخلص العملية الاقتراع نهائيا، مش النتائج الرسمية؟ بلا، السؤال عم بقول أنه أعلنت رسميا الوزير المشنوق. أنا عندي معلومات أكيدة أنه المجلس الدستوري تبلغ النتائج صباح 7 أيار من وزير الداخلية، بالوقت الوزير الداخلية ما قال للبنانيين، قال لهم انطروا لتطلع النتائج الرسمية، وكان هو مبلغ النتائج للمجلس الدستوري. وأنا مسؤولة عن كلامي، وهلأ المجلس الدستوري أعضاؤه عم يسمعونا ورئيسه عم يسمعنا، وإذا ما سمعنا هلأ بيكون حدا حينقله. والوزير ضلوا لسبعة أيار بالليل يقول بعد ما طلعت النهائية، وضلت لبارح يمكن تنزلت بالإلكترونيا على موقع الوزارة. بعد اليوم ما صدرت بصورة رسمية عن الوزارة الداخلية، ما صدرت بس بسبعة أيار استلمها المجلس الدستوري بصورة رسمية. وأنا هلأ بدي أقول للي بدون يطعنوا أنه سبعة أيار صارت مهلة الطعن، من سبعة أيار لسبعة حزيران تنتهي مهلة الطعن، يعني اللي مفكر أنه بعد ما صدرت رسميا يطمن باله، صادرة رسميا من سبعة أيار، ومهلة الطعن اللي هي شهر تنتهي بسبعة حزيران. شو رأيك؟ هذه معلومة ما وصلت لي. بعدين انه اذا وصلت للمجلس الدستوري مش معناتها انه نتيجه رسميه، النتيجه الرسميه تعلن من وزاره الداخليه قدام الكل. ما هن بيقولوا انه نزلوها على الموقع، مش ولا اذا بلغناها لفلان. ليش بالقانون لازم انه تعلن؟ كيف لكن تعلن شفهيا ولا اذا نزلت الكترونيا؟ لا، يعني بيعمل مؤتمر صحفي وزير الداخلية، ما رح يعمل مؤتمر صحفي، صار مره جمعه تعلن. هيك القانون لبكره بيصير لنا جمعه، يعني هيدا انتهاك للقانون. بعدين هذا المغلف، معلش انا هون بدي اوضح شغلي. شو هيدا فرز القلم مبسوطين فيه هيدا، ما هيك فرز القلم بيمضوا على المحضر رئيس القلم والمندوبين، بنحطوا بمغلف كبير يختم بالشمع الأحمر، هذا مفروض يوصل مختوم على لجان الأيد. مختوم. طيب ليش هيدا موجود وليش الصور اللي يعني شفناها؟ يعني في شيء هم منه طبيعي. مش هيدا بس، ما في صور انه عم يشيلوا هيدا، كان لازم يكون بقلب المغلف ومختوم حتى لو انه ملغي، لو شو ما كان ممنوع هيدا يطلع، ممنوع يوصل. يعني في مشكله اذا وصل لحضرتك بعمليه. طيب اليوم انا بدي اقطعن اي مواطن لبناني بهيدي المنطقه، ما فينا نقول انه قبل الفرز وبعد الفرز. طيب اليوم المشكله بالطعن، اليوم مثلا بتفرق معك على كمية صوت، وانه كانت تأهلت ليحتك وكنت انت وصلت، صح. اليوم عم تطعن بيقولوا لك انه انت جايب نموذج واحد، انه شو فرقت على صوت؟ هذا دليل يمكن يكون في غيره. انا بعتقد اليوم وصل لك. اليوم موضوع الطعن امام المجلس الدستوري
أول شيء هو الطعن بده يقدمه المرشح، القانون بيقول المرشح الخاسر المنافس. قبل المرشح الخاسر المنافس هو فقط المرشح من نفس الطائفة. بس نحن اليوم بقانون جديد، اليوم يعني قاعدة قاعدة الطعن شو مفعولة برأيك؟ خلينا نحكي عن شو فرق الطعن. نعم، شو فرق الطعن؟ أولا اليوم أي مرشح خاسر منافس له حق يطعن بكل الليحة. واحد. نعم. اليوم إلغاء 150 و200 صوت قبل كان بيأثر على المرشح اللي أنا طاعم بوجهه، اليوم على المجلس الدستوري أنه يعيد النتيجة. يعني إذا أنا اليوم ألغيت بشوف 1500 صوت، أنا ما بكتفي بس بالطعن اللي قدمته غادة عيد مع حفظ الآن. نعم. أنا بدي أرجع عيد الكالكول لكل الأشخاص، ويمكن في ناس تنجحوا يسقطوا، في ناس سقطوا ينجحوا. هيدا مفهوم القانون. هل سيذهب المجلس الدستوري بهذا الاتجاه؟ ما بعرف. مشكلة تانية وتحدي تاني ببيروت كمان جمانة حداد على كمة صوت، يعني اليوم فرقت. اليوم المجلس الدستوري بيقول التالي بموضوع التزوير وموضوع شراء الأصوات بيعتمد نظرة حذرة جدا. بيقول أنا أول شيء بدك تقدم الإثباتات، وأحيانا ما فينا نقدم إثباتات لأن الرشوة حتى إذا واحد حامل يعني هيك كدسة مئات دولارات. ما هي هون نرجع مشكلة تانية مدام غادة. القانون سمح، وهذا سوء بالقانون، نحن حذرنا منه بلادي، بدفع الأموال للنقل. فبقلك أنا عم بدفع للنقل. اليوم النقل بحد ذاته هو مزرب. يعني بس أقلك بسجل لك سيارة ب $200، بقول له ما بدي. كل واحد بيحمل $100 لينقل لحاله. هون المشكلة إنه أنت اليوم شرعت الرشوة والتزوير وشراء الأصوات بأمور قانونية. واحد بتقول له يدفع لثلاث سنين مصاري، له حق يدفع إذا عم يدفع من زمان، له حق يدفع للمندوبين مصاري. طيب انتم بتتوقعوا ايمتى تقريركم بتخلص؟ وهل بتتوقعوا يكون يعني هالطعون هيدي، هل بتتوقعوا يكون في نظره لها بالمجلس الدستوري؟ انا بعتقد مش بس لازم نتوقع، لازم يكون الشغل. وانا هون بشكل كتير موضوعي لادي بتقول انه هي مع العمليه تاخذ مجالها والمجلس الدستوري يتحمل مسؤوليته. ونحن تقرينا خلال شهر شهرين بيطلع، يعني قبل ما تنتهي المحل. ما هلا رح تنتهي المحل لسبع حزيران، رح نحن ونحن ما ننسى شغله انه المجلس الدستوري فيه يستدعينا، يعني نحن كمان وعارضين خدماتنا المجلس بس الدستوري. بس لازم نقول للي بده يطعن انه ما معه اكثر من سبع حزيران، لانه عمليا النتائج راحت على المجلس الدستوري. وهيدي كمان فيها التباس انه ليش ما اعلن انه راحت، يعني كان يمكن واحد على نهار او نهارين تفرق معه. صح. يمكن الناس هلا بعدها مفكره انه ما النتائج ما صدرت رسميا. صح. اليوم المجلس الدستوري مشكلته بموضوع الرشوه والتزوير انه لازم حاله بالامر التالي، اذا الارقام اللي الغاهم او الصندوق اللي الغاه او حاله التزوير والرشوه بس بسوق الاداره بسوق الاداره ما عم يعتبر اذا هيدا الشيء ما اثر مباشره على النتيجه. كيف ما بده ياثر اذا الاوراق ضايعه؟ لا مثلا يعني كيف ما بياثر وغدا وهيدا لازم نتجاوزه. نعم. يعني اليوم انا بالنسبه لي اذا صدر عمليه رشوه لو بصوت واحد لازم تلغي الانتخاب للشخص. طيب. وبنفس الشيء اذا في سوء اداره لازم تعمل نفس الشيء. متفائلين بدور المجلس الدستوري. انا ما بقى معي كثير وقت، كيف تنهي لنا الحلقه استاذ نهاد؟ بنهي الحلقه انه هاي الانتخابات انتهت بالرغم من كل الشوائب اللي فيها. نعم. وبالرغم من انه القانون بده اعاده نظر، واللي هو سبب بنسبه القليله من اصوات. نعم. المقترعين، بس كان منيح يصير انتخابات بلبنان. شو بكل الاحوال نحن بانتظار انه هيدا المجلس الجديد يقدر انه يكون إن شاء الله. ادائه جيد، وبانتظار انه اللي عنده حق وطعن انه ياخذ حقه لحتى نحقق دوله العداله اذا شي مره قدرنا حققناها. بكل الاحوال نحن مستمرين باعطاء العلم والخبر عن كل ما يجري من اخطاء باداره الحكم وعن كل ما يجري من صفقات وسمسرات وفساد. رح ودعكم لانه في عنا عطله شهر رمضان المبارك، ونتلاقى فيكم بعد العطله، وتصبحوا على خير. Thank you.